استمر الإعداد والتحضير لهذه اللجنة أسابيع عدة، وقدمت لهذه اللجنة الكثير من الرؤى والأفكار والتصورات حتى يكون عملها ناجحا ومفيدا وقادرا على تعالية متامل الفساد والإفساد في مختلف المؤسسات الرسمية. الآن إلى رؤية حول عمل اللجنة للدكتور عبد الكريم سلام، فليتفضل. الثورة وتطور تطلعات هذه بوجود تغيير حقيقي في التسيير المؤسسي والبناء المؤسسي وفيما يتعلق بالقاعدة الاختلالات تطالب على جميع المستويات سواء من حيث التمويل أو من حيث الأخلاقية في البناء أو من حيث عملية التسيير جميع النواحي. على مستوى التمويل نجد أن هذا القطاع على الرغم من أنه يستحوذ على السوق الإعلامية سواء منها ولا سيما الإعلان العمومي، لأن هو معروف بأن الإعلان العمومي الذي يصنف عادة الإعلانات القانونية والإدارية والتنظيمية هي إعلانات تمول من المال العام، وبالتالي جميع الصحف وجميع وسائل الإعلام حقهم في نشر هذه الأعلام هذه الإعلانات لأنها تمول المال العمومي. فكثير من البلدان لديها مصلحة خاصة تقوم بعملية توزيع هذه الإعلانات بالتساوي بناء على توفر بعض المعايير المحددة سواء من حيث الصدور أو من حيث الانتظام وما إلى ذلك. لكن في حالة اليمن في حالة نجد أن المؤسسات الإعلامية في الحالة اليمنية نجد أن الإعلان يستحوذ عليه المؤسسات الخمسة سواء بما يتعلق بالقطاع السمعي البصري أو بما يتعلق بالصحافة المكتوبة، ولا توجد أي بوادر لتجاوز هذه الوضعية على مستوى التمويل. أن على الرغم من المسار على الرغم من الموارد الضخمة التي تتأتى لهذه المؤسسات من الإعلام، نجد أنها تحقق يرصد لها من الموازنة العامة مبالغ مالية هي تغطية العجز وصلت إلى 12 مليار ريال في عام 1912 وارتفعت إلى 15 مليار. هذه تحتم في الموازنة العامة خاص بتغطية عجز هذه المؤسسات. طبعا في حتى على مستوى الحقوق والحريات داخل فيما يتعلق بالتمثيل النقابي داخل هذا القطاع، نجد أن الحرية النقابية تكاد تكون معلومة وهي موجهة، حتى أن نقابة الصحفية التي يفترض فيها أن تكون الإطار الذي يتطلع الذي يدرس خيارات الانحياز إلى الحقوق والحريات ما زالت تعمل خارج إطار القانون منذ عام 1999، وهي تعمل بدون أي مسوغ قانوني، لا قانون خاص ينظمها ولا قانون ولا تحيل الى قانون المؤسسات العامه ولا الى قانون النقابات العامه، وهذا يجعلها خارج اطار اي خارج الالتزام باي مقتضى قانوني، مع انها دائما سواء على المستوى المؤسسي او على مستوى الافراد المنخرطين والمنضمين اليها يعملون على الاعلان من قيم الانحياز للشفافيه والمساءله وما الى ذلك ومن اعلاء القانون، ولكن واقع الممارسه يؤكد ان هناك ان هذا الكيان هو من يخالف القانون ويتجاوزه، وبالتالي هذه وضعيه مقلقه وضعيه تكاد ان تكون مخزيه. عندما ننادي في اعلان الكلمه من سلطه القانون ونحن في نفس الحال نعمل على تجاوز هذا القانون بل وخرقه وبشكل فاضح. المساله الاخرى ان حتى على مستوى الحقوق الوظيفية داخل هذه المؤسسات نجد أن الموظفين أو العاملين أو الصحفيين داخل هذه المؤسسات قد استبيحت حقوقهم لا سيما بعد الثورة، وبالتالي جيء بأشخاص على أساس العلاقات الزبونية والعلاقات الشخصية والولاء السياسي، بينما أهل أصحاب الكفاءات والقدرات هم وجوها بل وأقصيوا. إضافة إلى ذلك إذا تأملنا في
المقترحات التي تسعى الى تطوير هذا القطاع وانهاء سواء التي وردت في رؤى الاحزاب السياسيه او في او المثاره في مؤتمر الحوار الوطني هي تركز على تحويل هذا القطاع نفس الترقيعات ونفس الإجراءات التي كانت مطروحة في الماضي ومع اختلاف المسميات. هناك من يطرح الآن على أساس إيجاد مجلس أعلى للإعلام ولكن ينيط تعيين هذا المجلس أو أعضاء هذا المجلس بمجلس النواب وبالتالي بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى تشكيلات قشات الولاء الحزبي او الغلبه داخل مجلس النواب بينما كل بلدان العالم الان تتجه باداره هذا الاعلام الى اناطه تعيين العبويه اختيار اعضاء هذا المجلس بصوره متعدده على مستوى سواء حتى تعطي حق الاقليه داخل مجلس النواب لاختيار جزء والمهنة جزء والمجتمع المدني جزء لكن مع الأسف أن حتى سواء في الرؤية التي طرحها حزب الإصلاح أو بعض الأحزاب هي تركز على هذه الناحية التي تحاول أن تعيد إنتاج الهيمنة عن طريق المؤسسات التشريعية بطبيعة الحال هذه هي خطوط عامة للموضوع وهناك الزملاء لديهم اتفاق تفصيلي أو رصد تفصيلي لكل الخروقات والانتهاكات وشكرا جزيلا أنا أعتذر لأن لدي اجتماع آخر كان من المقرر أن أحضره اليوم أمس ولكن أجل إلى اليوم وأعتذر حيث الورقة بين أيديكم وأي استفسارات الزملاء هنا هم سيردون عليها وشكرا. صباح الخير شكرا جزيلا.